بوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا هيكون عن طريقة عمل، انا مش عارفة طريقة عمل ايه، بس طريقة عمل طريقة عمل حلى بالموز او حاجة تحلية بالموز. فالتحلية دي حلوة، لو عندكم موز قرب يسود اعملوه. دلوقتي انا هقشر الموزة وهقطعها في الطبق ده وهقطعها بالسكينة دي. يلا بوم. كده قطعتها بالسكينة يعني اكيد. ثانية يا جماعة، انا قاعدة اظبط حاجة. ده انا قطعته في حاجة سودة، بس دول هيتاكلوا برضو كده كده علشان انت هتغطيها بحاجة غريبة او حاجة تانية. ان انت هتقطعي تفاح او كده، تفاح مثلا، او مثلا تفاح اي فاكهة، عنب كده، مع اي حاجة، وبعدين تحطي على رشة نخيل فتكون طعمها حلو. انا مش عارفة اخلطها مع ايه، بس ده تحلية جميلة. ولو انتو لو الموز اسود واطفالكم ما بيحبوش ان هم ياكلوا الموز الاسود، افتحوا الموزة وقطعوها كده وقطعوها وحطوا عليها نوتيلا بحيث ان السواد ما يكونش باين، وهم يعني عادي مش هيشوفوا السواد علشان النوتيلا وبس. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، بس ده حاجة جميل وصحي في نفس الوقت، فياكلوا قطعة موز مع نوتيلا. فهم بيحبوا النوتيلا اكتر فيضطروا ان هم ياكلوها علشان فيها نوتيلا وبس. ده كانت الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نقفل ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك وشير وبس.